بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر الأدبي والعلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسرني أن أقدم إليكم اليوم درسا من دروس المطالعة، ألا وهو بكاء طفل. الأهداف التي يمكن أن يحققها الطالب أو الطالبة في هذا الدرس: أن يقرأ الدرس قراءة سليمة معبرة، أن يتعرف كاتبة الدرس، أن يوضح معاني المفردات الصعبة، أن يستنتج أفكار النص ويستخرج الصور الفنية والأساليب الجمالية. من كاتبة النص؟ هي ماري إلياس زيادة، المعروفة بمي زيادة، وهي فلسطينية الأصل، ولدت سنة 1886 وتوفيت عام 1941، وقد ولدت في مدينة الناصرة وعاشت في لبنان. أتقنت عدة لغات، منها اللغة الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية. وقد تميزت هذه الكاتبة بسعة أفقها ورصانة أسلوبها وجمال لغتها، وقد نشرت مقالات وأبحاثا في كبريات الصحف والمجلات المصرية، منها مجلة المقطم وجريدة الأهرام والهلال وغيرها. ولها مجموعة مؤلفات من بينها مد وجزر، كلمات وإشارات، باحثة البادية، ظلمات وشعة. ومن هذا المؤلف أخذ هذا النص. تقول الكاتبة: سمعت الطفل يضحك فاختلجت روحي الأثيرية في جسد الترابي. إن صوت هذا الرضيع لا يرجع صدى أصوات الملائكة، وضحكته البريئة المطربة لتحث المفكر على استكناه الأسرار الأزلية الغامضة. ثم سمعت الطفل يبكي فهلع قلبي فرقا، وشعرت بشيء كبير يذوب فيه أواه من بكاء الأطفال، إنه أشد إلاما من بكاء الرجال. الكلمة اختلجت، أي تحركت واضطربت في الداخل. الأثيرية، والأثير هو الوسط الفضائي، صدى رجوع الصوت، استكنه الشيء، عرف سره أو بحث عن سره. الأزلية، الأبدية. هلع قلبي، أي اضطرب خوفا وحزنا، فرقا خوفا. أواه اسم فعل الفعل المضارع بمعنى أتوجع أو أتألم. الفكرة الفرعية في هذه الفقرة هي أنها أو الطفل في حاليه ضاحكا وباكيا، كيف يكون في حال ضحكه وحال بكائه. تتحدث الكاتبة لما زيادة عن طفل رأته في حال ضحكه، إذ كان ضحكه قد حرك قلبها وجسدها الترابي، وكان صوته ينبعث كصوت ملائكي رقيق، وكانت ضحكاته تحث الإنسان على استقراء الطبيعة البشرية الإنسانية القديمة. وعندما بكى في الجانب الآخر اضطرب قلبها وشعرت بألم يعتصرها، فما شد تأثير بكاء الأطفال في كل نفس بشرية صافية. وتأثير بكائه أشد قسوة وألما من بكاء الكبار. استخدمت الشاعرة الاستعارة المكنية في صوت الرضيع يرجع الصدى الملائكة، يرجع وليست يرج، صدى أصوات الملائكة. هلع قلبي فرقا، شيء كبير يذوب، استعارات مكنية. استخدمت أيضا أسلوب التوكيد في قولها: إن صوت الرضيع لا يرجع، إنه أشد إيلاما. إن أداة التوكيد واللام في الفعل المضارع. الفقرة الثانية
سمعت الطفل يبكي ورأيت العبرات تتحدر على وجنتيه الورديتين، فكانت تلك الليالي الذائبة جمرات نار تكويني. ظل الطفل يبكي ودلائل العجز واليأس بادية على محياه الوسيم. ظل يبكي بكاء متروك منفرد لا يحبه في الدنيا أحد. الطفل الحبيب يبكي، فكيف أعيد التألق إلى عيني؟ العبرات جمع عبرة، وهي الدموع. هناك عبرة بمعنى عظة وتجمع على عبر، أما عبرة فتجمع على عبرات. تتحدر أي تتساقط أو تنزل. وجنتي خدي، اللآلئ الدرر، بادية أي ظاهرة واضحة، محياه على وجهه، التألق اللمعان. الفكرة الفرعية في هذه الفقرة تأثر الكاتبة ببكاء الطفل، الكاتبة تأثرت ببكاء الطفل. سمعت الكاتبة مي زيادة، الطفل ما زال يبكي والدموع تتساقط فوق خديه المتوردتين تشبه الدرر اللامعة، الدموع هي نازلة، وبكاؤه يشبه جمرات النار تكويها، أي كانت تحس بأن النار تكويها لبكاء هذا الطفل. واستمر في بكاء غير قادر على البوح بما يبكيه. ما الذي يبكيه؟ وظل يبكي بكاء إنسان ترك وحده منبوذا من الناس، فما السبيل إلى عادته للضحك مرة أخرى؟ استخدمت التشبيه في ظل يبكي بكاء منفرد، شبهت بكاؤه ببكاء إنسان لا أحد معه أو لا قيمة له. استخدمت أسلوب الاستفهام، فكيف أعيد التألق إلى عيني؟ وغرض الاستفهام هو التمني. الفقرة الثالثة، ماذا فعلت حين مرت يبكي؟ ضممته إلي بذراعي اللتين لم تضمه يوما أخا أو أختا صغيرة، أي بمعنى أنها لا أخا ولا أخت لها، لأن ذراعيها لم تضمه أخا أو أختا صغيرة. وأجلسوه على ركبتي حيث لا يجلس سوى الأطفال الغرباء. هو ليس طفلا قريبا مني، فأحضنه وأضعه بين يدي. ورفعت عقارب شعره، خصلات شعره، عن جبهتي الطاهرة بيد ترتجف كأنما هي تلمس شيئا مقدسا. ثم وضعت على تلك الجبهة شفتي ساكبة في قبلة كل ما يحوم في جناني من شفقة وانعطاف. ترى من ذا الذي ينبه الانعطاف والشفقة بمقدار ما يفعل الطفل الباكي؟ صمت الطفل حائرا لأنه شعر بأن روحا تناجي روحه. صمت هنيهة، ثم عاد فحدق في بعينين ملؤهما الحزن والتعنيف معا. أتعرفون كيف تحزن عيون الأطفال؟ أتعلمون كيف تعنف أحداق الصغار؟ عقارب الشعر أي خصلات الشعر. جناني، الجنان هو القلب. تناجي، تخاطب سرا. هنيها، فترة قصيرة من الزمن. التعنيف هو اللوم بغلظة. والفكرة الفرعية في هذه الفقرة، الكاتبة تواسي الطفل وتعطف عليه. لشدة عاطفة الكاتبة مي زيادة وإحساسها بآلام الطفل، فقد أخذته وضمته بحنانها بين ذراعيها اللتين لم تحملا أختا لها من قبل ولا أخا، أي لم يكن لها إخوة أو أخوات. وأجلسته على ركبتيها ورفعت خصلات شعره المتهدلة على جبهته، وقبلته قبلة قلبية محملة بالحنان والشفقة. ووجدت الطفل قد صمت ولم يعد يبكي، فقد شعر حينها أن روحا تخاطبه، وسكت لفترة وأخذ ينظر إلى الكاتبة بدقة، والحزن وشدة اللوم تملأان عينيه. فما الذي دفعه إلى ذلك؟ استخدم الشاعرة أسلوب الاستفهام، ترى من ذا الذي ينبه الانعطاف؟ غرضه التعجب. أتعرفون كيف تحزن عيون الأطفال؟ أتعلمون كيف تعنف أحداق الأطفال؟ أيضا أسلوب نداء استفهام، غرضه التعجب. حدق في سائلا عن عزيز لديه، وقال بصوت هادئ كأصوات الحكماء: ماما ماما، صغيرك يناديك، فلماذا لا تجيبين يا أم الصغير؟ لست بالعليلة
لأني رأيتك منذ حين تميسين بقدك تحت قبعتك، والجواهر تضوق العنق منك. أنت صحيحة الجسم، أنت صحيحة الجسم، فلماذا لا تسرعين؟ ألا تحرق دموع الطفل الذي لا ترين؟ ألا يوجعك الشهيق الذي لا تسمعين؟ عودي من نزهاتك الطويلة وزياراتك العديدة وحديثك السخيف، عودي واركعي أمام الصغير واستميحيه عفوا. لقد خلقت امرأة قبل أن تكوني حسناء، وكيفتك الطبيعة أما قبل أن يجعلك الاجتماع زائرة. تعالي وانحني أمام السرير، سرير الصغير، اسجدي أمام هذا المهد الذي لعبت بين ستائره طفلة، وحلمت به فتاة، وانتظرته زوجة، فما خجلت أن تهمليه أمه؟ حدق نظر بدقة وتمعن العليلة المريضة، تميسين تتمايلين، قدك أي قوامك تطوق تلف أو تحيط. فالكاتبة هنا تلوم أم الطفل لأنها تركت طفلها يبكي وحيدا وخرجت لتستمتع بحياتها. تقول الكاتبة حين حملت الطفل ووضعته على ركبتيها، أخذ ينظر إليها بعينين تسألانها عن أمه، وأخذ ينادي أمه: أين أنت يا أمي؟ يناديك أيتها الأم ولا تجيبين، وأنت لست مريضة حتى لا تردي عليه، فقد رأيتك حين خرجت من بيته تتمايلين، وقد لبست أجمل ما عندك وتزينت بالجواهر والحلي، وتسألها: ألا تسرعين لطفلك؟ ألا تتألمين لدموعه الغزيرة وشهيقه وهو يبكي؟ ألا يؤلمك ذلك كله؟ وتطالبها بالعودة لطفلها، وتترك لتلك النزهات والزيارات والتسوق، وأن تبقى بجوار طفلها وتلبي متطلباته، وتعتذر منه على ما فعلته من قبل، لأن الله قد خلقها لرعاية الأبناء وعدها لهذه الوظيفة، ولم يخلقها للتنزه والزيارة فقط. استخدمت الشاعرة التشبيه كأصوات الحكماء: الساعة المكنية الجواهر تطوق العنق، تحرق دموع الطفل، يوجعك الشهيق. أما الأساليب فاستخدمت الأساليب الاستفهام: لماذا لا تسرعين؟ ألا تحرق دموع الطفل؟ ألا يوجعك الشهيق؟ وكل غرضه اللوم والعتاب على ما تفعل الأم مع طفلها. واستخدمت أسلوب الأمر: عودي، اركعي، استميحيه عذرا. اسجدي أمام المهد فإن المهد محجتك القصوى. اسجدي أمام السرير ولا تدعي رب السرير يبكي، لئلا تملأ قلبه مرارة الوحدة، حتى إذا ما شب رجلا تحولت المرارة كرها وصراما. اسجدي أمام السرير وناغ الصغير، إن دموع الأطفال لا شد إلاما من دموع الرجال. المهد هو السرير، محجتك أي مقصدك وغايتك، رب السرير مقصود به الطفل، ناغي لاطفي أو لاطفه، لاغاه لاطفه. الفكرة الفرعية هنا أن الكاتبة تنصح الأم، نصيحة الكاتبة للأم برعاية ابنها والاهتمام به. تنصح الكاتبة أم الطفل بالبقاء بجوار طفلها في سريره، لأن هذا هو مكانها وغايتها، ولا تترك طفلها يبكي مفتقدا إياها، فإن كثرة البكاء تولد لديه مرارة الوحدة وبعدها عنه، فتتحول المرارة فيما بعد كراهية لها في الكبر، وتحثها على ملاطفة طفلها، ولا تتركه يبكي، فدموع الأطفال أشد قسوة من دموع الرجال. أما في اللغة والصور والأساليب قد استخدمت الكناية: كيفتك الطبيعة، كناية عن وظيفة الأم في المجتمع. اسجدي أمام المهد، كناية عن الرعاية والاهتمام. رب السرير، كناية عن الطفل. ناغي الطفل، كناية عن منح الطفل الحنان. الأساليب الأمر: اسجدي، ناغي الصغير، غرض النصح والإرشاد. النهي: لا تدعي رب السرير يبكي.
ناتي إلى التدريبات. من أي أعمال الكاتبة الأدبية أخذ هذا النص؟ ظلمات وإشاعة. كيف بدأ أثر بكاء الطفل في نفس الكاتبة من خلال الفقرتين الثانية والثالثة؟ بدت الكاتبة مؤثرة ببكاء الطفل وشعرت بألم يذيب قلبها والدموع التي تنزل من عينيه كجمرات تكويها. ما الأسباب الحقيقية لانشغال الأم عن طفلها؟ بأنها منشغلة بنفسها وخروجها للتسوق وزيارة صاحبتها. كيف صورت الكاتبة الطفل في حالتي ضاحكا وباكيا؟ كان صوته يشبه صوت الملائكة وضحكه يطرب الأسمع. كيف نفت الكاتبة أن يكون المرض مبررا لانشغال الأم عن طفلها؟ حين رأت خارجة من البيت متزينة تلبس الذهب والحلي يطوق رغبتها، إذا لم تكن منشغلة. ذكرت ما زيادة أم الطفل بمراحلها العمرية إلى أن صارت أما. نعلل ذلك ليه؟ لتبين أنها يجب أن تتعامل مع طفلها كما كان أهلها يتعاملون معها في طفولتها، حتى أصبحت اليوم امرأة ذات مسؤولية. نوضح المردود السلبي المترتب على أهمال الأم لأطفالها: كراهية الأم، تعلم الطفل بعض السلوكيات السلبية، الميل للعدوانية والانطواء. نستنبط ما تدل عليه كل عبارة، ما علامة تدل كل عبارة، وضممت إلي بذراعين التي لم تضما يوما أخا أو أختا صغيرة، يدل على أنها لم يكن لها إخوة ولا أخوات. ثم عاد فحدق فيها بعينين ملؤهما الحزن والتعنيف، دلالة على اللوم والعتاب والكراهية. إن دموع الأطفال أشد إيلاما من دموع الرجال، دلالة على مدى تأثير الأطفال في الآخرين. زخر النص بالصور الفنية المختلفة، نستخرج منها ثلاثا ونوضحها. رأيت العبارات تتحدر على وجنتي، استعارة مكنية. يبكي بكاء منفرد، تشبيه. تحزن عيون الأطفال، استعارة مكنية. الفقرة الأخيرة: إن صوت هذا الرضيع لا يرجع صدى أصوات الملائكة، تكرار الصوت. يشعر الصائم بصدى شديد في أيام الصيف، العطش. بعض الكلام لا صدى له، لا قيمة له. محمود درويش شاعر ذائع الصدى، أذن الشهرة. كلمة جمع في ثلاث جمل من شاينة، ثلاث معاني مختلفة. الجبهة، نشوف الجبهة الآن. نزل كلمات الآتية، آسع ابني. نوظف كلمة جبهة في ثلاث جمل، توظيف الكلمة في ثلاث جمل. أولا، وقع الطفل على جبهته، هذه معنى. يقف الجنود في الجبهة مستعدين، معنى آخر. جبهة الرجل عدوة، أي بالقوة، أي واجه عدوة. أما كلمة وزن كلمة حدق بمعنى فعل، تعنف، تفعل. وهكذا أبناء